أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يرى عدم الدعاء على اليهود والنصارى بحجة أنهم يتسلطون علينا، ويقول: لماذا نخصص اليهود والنصارى بالدعاء عليهم، بل ندعو على عموم الكفار دون تخصيص، فهل هذا القول صحيح؟ اليهود والنصارى يدعى على المعتدين منهم، على المعتدين والمؤذين للمسلمين يدعى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أناس معينين من الكفار لما اعتدوا على المسلمين، أما عموم اليهود والنصارى لا يدعى على عمومهم، وإنما يدعى على من اعتدى منهم على المسلمين وأراد تغيير دين الإسلام واستبداله بدين الكفر، هذا يدعى عليه دفعا لشره. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.